السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحبائي جميعا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا أنا محدثكم الدكتور عارف الزبدين. فضلا وليس أمرا نرجو المتابعة والمشاهدة، لأن هذه الأمور من الأشياء المحفزة لمتابعة والاستمرار في تقديم كل ما هو جديد لكم. سنتحدث اليوم عن فوائد الشاي. الشاي الأخضر بالذات، والشاي أيضا الأسود أو يطلق له بلاك تي والجرين تي. الشاي الأخضر والشاي الأحمر أو الأسود لهم فوائد عديدة. من فوائد الشاي عادة أو الشاي الأخضر أو شرب الشاي الأخضر بشكل كبير فتؤدي إلى معالجة الكثير من أمراض الصداع ووجع الرأس والاكتئاب. بالإضافة إلى أن أوراق الشاي الخضراء اليانعة الخضراء عادة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والذي قد يؤدي إلى خسارة الوزن وتشجيع عمليات الأيض وحرق الدهون. أيضا تؤدي إلى خفض الكوليسترول وحماية القلب والشرايين وخاصة عند الأشخاص الذي يتناولون الكحول أو يشربون السيجارة أو يمارسون التدخين. أيضا أوراق الشاي بنوعين لها فوائد عديدة، أنها تقي الجسم من السرطانات ومن مرض الزهايمر. وأيضا يحق أن الشاي الأخضر والشاي الأسود غني بفيتامين بي ومضادات الأكسدة، فإذا قادرة على محاربة السموم الناتجة عن البذور الحرة التي هي منتجات مرافقة لأجسامنا عند التعرض للإشعاع أو تلوث الهواء أو التدخين وهذه العوامل أو البذور الحرة قد تؤدي إلى تليف الأنسجة والأعضاء، وأيضا يمكن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة وتسرع بالشفوة. لذلك ننصح باستخدام الشاي الأخضر أو بتناول الشاي الأخضر لما يحتويه من مركبات فعالة كمضادة للأكسدة ومضادة للسرطانات ومقاومة لأمراض الشيخوخة، من بينها أيضا مرض الزهايمر. وتعود فوائد الشاي الأخضر أن يجمع أيضا لما يحتويه من فيتامينات، فيتامين بي والمطلق له حمض الفوليك، وأيضا غنية بالمنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكافيين والعديد من مضادات الأكسدة. من فوائد الشاي الأخضر أيضا أنه يحمي الجلد. الشاي الأخضر هو أحد مضادات الأكسدة القوية، وهو يوفر حماية فعالة من أشعة الشمس، وذلك عبر تحييد البذور الحرة التي تنتجها الشمس مما يسبب شيخوخة الجلد. من فوائد الشاي الصحية أيضا أنه يعمل حماية ضد تكسر الكولاجين الناتج عن أشعة الشمس، وبالتالي يمكن دمجه بكريمات وعلاجات تجميلية لحماية الجلد. أيضا زي ما قلنا قبل شوية أن الشاي أيضا يساعد في خفض الوزن، بالإضافة إلى ذلك يمنع ارتفاع ضغط الدم، أيضا يحافظ على صحة أسنانك الصحية ويمنع أمراض اللثة التي تسبب فقدان الأسنان في سن الشيخوخة. وأيضا الشاي قاتل للبكتيريا لذلك ننصح بتناول مشروب الشاي. من أيضا يقلل نسبة الكوليسترول السيء في الدم، بالإضافة إلى ذلك يحسن من الذاكرة وهذه دراسات علمية أثبتت أن الشاي عادة بما يحتويه من مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تعمل على إنخاء العضلات وزيادة الشعور بالهدوء. وظهرت النتائج أيضا لهذه الدراسات أن لها القدرة على التحشيد وتنشيط الدماغ وتحسين الذاكرة. أيضا يمنع نزلات البرد والإنفلونزا. أيضا استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر نزلات البرد والإنفلونزا، بالإضافة إلى مكافحة الزهايمر، وأيضا له تأثير قاتل على كثير من البكتيريا والفيروسات. وفي الختام أتمنى لكم الاستفادة الكلية، وأتمنى منكم أيضا المشاهدة والمتابعة، وشاكرا لكم حسن الاستماع وحسن الإنصات.
وأوفقكم الله جميعا وحفظكم الله أينما كنتم.